يقول أحسن الله إليكم: وما هو الضابط في الاسم الذي يشتق منه الصفة ويقال على سبيل الإخبار؟ قال على سبيل الإخبار كل اسم يشتق منه الصفة. العزيز يشتق منه العزة، والحكيم الحكمة، والغفور المغفرة، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة ولذلك سميت حسنى لأنها ليست أسماء مجردة وأعلام مجردة، وإنما هي أسماء لها معاني، لها معاني عظيمة، لذلك صارت حسنى. نعم.